تعرف في مصر عندما يخرج شخص من السجن ويسأل أين كنت، فيجيب أحيانا من باب الدعابة: أنا كنت في سويسرا. حقيقة أنا الآن في سويسرا، وتحديدا في أحد السجون السويسرية في إطار تجربة واختبار هذا السجن الذي سيتم افتتاحه في شهر أبريل، وأريد أن أشارككم هذه التجربة. تفضلوا معي في الزنزانة. اليوم مر بهدوء وسلام، كان يوم مريح، لكن رغم كل شيء البقاء في غرفة طوال الوقت بدون أي تواصل اجتماعي عدا مع الحراس، حراس السجن، حقيقة أمر صعب. الآن سأذهب إلى النوم. ليلة سعيدة. الآن خرجت من السجن، كانت تجربة جيدة جدا، يمكن أن أكررها مرة أخرى لكن بشكل تطوعي. ما فيش أحلى من حلم.